ومعانا دلوقتي مداخلة تليفونية مع الباحثة الدكتورة شيماء رجب، واللي كانت رسالة الدكتوراه بتاعتها عن الحركة النسائية وأثرها في الفن الروائي عند إحسان عبد القدوس. أهلا بيكي دكتورة شيماء. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير وأهلا بحضرتك. وفي البداية أحب أعرف منك، ليه اخترتي أن تكون رسالة الدكتوراه بتاعتك عن الحركة النسائية في روايات الأديب الراحل إحسان عبد القدوس؟ أولا إحسان عبد القدوس ولد سنة 1919 وتوفي سنة 1990، ودي فترة يعني نقول فترة كبيرة، وهو ترك نتاج فني كبير جدا في هذه الفترة، أكتر من 32 عمل روائي و32 مجموعة قصصية، إلى جانب أنه هو عرف عن إحسان عبد القدوس جرأته في الكتابة دون حرج، دائما هو عنده حرية طبعا. يخالف دائما كل الأعراف والأنماط الثقافية المتعارف عليها في مجتمعنا الشرقي، فحينما يتحدث الإنسان بحرية الإبداع تتراءى له كل حريات الرأي، تبقى واضحة دون محاباة دون تقيد لأي نظام اجتماعي أو سياسي وقتها. فهو يعتبر من رواد الكتاب القصة والرواية من بداية الحرب العالمية الثانية إلى العصر الحديث، ف يعني دي كانت من أهم الأسباب اللي اخترت بيها إحسان عبد القدوس. في رأيك إيه أهم ما يميز كتابات الكاتب الكبير الأديب الكبير كمان الأستاذ إحسان عبد القدوس؟ هو كل ما اهتم به أو كل رواياته أو اهتمامه كلها وقع على حرية المرأة. تناول قضية المرأة على المستوين الاجتماعي والسياسي، فأظهر صورة المرأة في المجتمع المصري والمجتمع العربي، ونظرة المجتمع لها، النظرة السلبية، وكيف تطور المرأة، ما أفكار المرأة الجديدة، ما عيوب المجتمع المصري، ما هي نظرته العدائية للمرأة، كانت تستند طبعا إلى معايير غير عادلة. فحاول هو كسر هذه التابوهات التي حرمها المجتمع دون إفضاح طبعا لسلطة العقل، فأراد أن يعني يكسر كل النظرة السلبية للمرأة، ويظهر المرأة الجديدة، يظهر المرأة الحقيقية، يجعل المرأة مشاركة للرجل أو في أساسية للرجل أو مساوية للرجل في كل شيء في المجتمع المصري والعربي عامة. إيه أكتر روايات ليه بتحبي تقريها، ومن وجهة نظرك إيه أكتر حاجة بتميزها؟ أعتقد هي معظم روايات إحسان عبد القدوس، يعني ونسيت أني امرأة، أين عمري، النظارة السوداء، الطريق المسدود، لن أعيش في جلباب أبي، اللون الآخر، زوجة أحمد، هي كل رواياته البطلة هي المرأة، وكل الموضوع الأساسي هو حرية المرأة والمشكلات التي عانت منها هذه البطلات، كانت كل واحدة منهن تسير في الطريق الذي تصورته أن يكون صحيحا لتحقيق حريتها. وحينما نمشي معه بقى في الرواية نرى هل هي كانت وجهتها نظرها صحيحة أم خاطئة، تمردها كان تمردا حقيقيا تمردا سلبيا، يعني كانت رواياته كلها مفعمة يعني في تصوير المرأة في المجتمع المصري والعربي. نقدر نقول انه يمكن من ضمن الاشكال الحريه اللي بتعيشها المراه في عصرنا دلوقتي، يمكن دي كانت في وقت من الاوقات احلام احسان عبد القدوس للمراه. بالضبط، انا اصلا فكره الرساله الحركه النسائيه واثرها في فن الروايه عند احسان عبد القدوس، احسان عبد القدوس اخذ فكره الحركه النسائيه من الغرب في القرن 19، ثم نقلت صداها في بدايه القرن 20 هنا في مصر في ظل الاحتلال البريطاني، وبدا بقى يعني تنفتح المستويات سياسيا واقتصاديا وثقافيا للمراه، كيف نضلت المراه، كيف حسنت وضعها في المجتمع، كيف حسنت وضعها السياسي والاجتماعي الثقافي الديني، طبعا يعني حتى بيد مثقفات كبيرات طبعا زي ملك حفني ناصف، هدى شعراوي، النبوية موسى، مي زيادة، هو نقل كل ذلك بعد يعني كل هذا بعد ذلك في روايات، وفعلا استطاعت المرأة يعني لما نبدأ قراءة روايات إحسان عبد القدوس بالتسلسل الزمني كده، يعني من اول ما بدا رواياته مرورا بقى للعصر الحديث كده ل 1990، نجد ان المراه فعلا حققت معظم او يعني ما ارادته من حريه حقيقي. انا بشكرك جدا دكتوره شيماء رجب على وجودك معانا النهارده، وسعيده جدا بمكالمه حضرتك. ميرسي.